بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور ممدوح محمد المزين، أستاذ الجراحة والأوعية الدموية كلية الطب جامعة قناة السويس. أكلم الصادة الأطباء اليوم عن موضوع مهم جدا اللي هو الفينوس ديس أوردرز. الفينوس ديس أوردرز very common، واخر prevalence اتعمل في هذا الموضوع قال ان هو 25% of Egyptians عندهم venous disorders. venous disorders اهمها الفاريكوز فينز، والفاريكوز فينز بدرجاتها المختلفه. حضراتكم عارفين ان في 6 درجات للفاريكوز فينز، من اول سلايت إديما لغايه الفينوس ألسر، في درجات مختلفة. دي فيري كومن عندنا في مصر هنا. مهم جدا ان احنا نعرف ايه اسبابها وايه الحل المناسب لكل درجة من الدرجات. الحمد لله التقدم العلمي دلوقتي خلانا اوجد لنا حلول كثيرة جدا لدرجات الفينوس ديس اوردرز الموجودة. على سبيل المثال، الدرجة الأولى اللي هي السلايت إديما اللي بتبقى موجودة في اللور ليمب، يهمنا جدا إن احنا الانستراكشنز اللي نقولها للعيانين. الانستراكشنز ده جزء مهم جدا من وظيفة الطبيب. وظيفة الطبيب مش إن هو يكتب روشتة وخلاص، لا. الانستراكشنز مهمة جدا. الانستراكشنز أهمها إيه؟ تجنب الوقوف لمدة طويلة، المشي الكثير، ده حاجة مهمة، وتجنب الجلوس لمدة طويلة. يجي العيان يقول لي بس أنا شغلتي كده يا دكتور، أقول له طيب اقطع الجلوس الكتير ده، يعني كل مثلا ساعة إلا ربع ولا حاجة تقوم تاخد لك مشية كده 3 4 5 دقايق، تحرك رجليك وتحرك البلاد اللي موجود في الفينوس سيستم بتاعك. فمهمة جدا النقطة دي. طيب إيه تاني؟ يعتمد علاج الفينز والفاريكوز فينز والفينوس انسفيشنسي على الدرجات بتاعتها والتشخيص. فالكلينيكال مهمه جدا، وغير الكلينيكال احنا دلوقتي بقى عندنا دوبلكس التراساوند، ده جهاز عظيم جدا وسهل جدا وسعره مناسب جدا. يقول لنا الوريد من اول فين لغايه فين، ايه المشكله اللي فيه، وهل فيه ضيق ولا لا، هل فيه اتساع ولا لا، هل في كلوتينج ولا لا، هل هو كومبتنت ولا هو انكومبتنت. وبناء على المعلومات اللي بيجيبها لنا الكلينيكال الاول والدوبلكس التراساوند الثاني بنحدد طريقه العلاج. فمثلا على سبيل المثال، المريض اللي عنده فينوس ألسر، دي حاجه اللي هي اقصاها، احنا اتكلمنا عن اخفها، نتكلم دلوقتي على اقصاها. الفينوس ألسر، الفينوس ألسر للأسف الشديد بنشوف حاجات مكتوبة مش صح. يعني يجي العيان واخد أنتي بايوتكس، مفكر إن ده هو اللي هيحل له مشكلة الفينوس ألسر. طبعا الكلام ده مش صحيح. العيان يروح لدكتور تاني يكتب له أنتي بايوتكس تاني، غالبا مش أخصائيين أوعية دموية. فلما جينا إحنا أخصائيين الأوعية الدموية، لازم خطة العلاج بتاعتنا تبقى مبنية على إن احنا نشوف إيه الباثولوجي الموجود. فالباثولوجي الموجود في حالات الفينوس ألسرز غالبا بيبقى incompetent perforators. incompetent perforators. الـ incompetent perforators كنا فترة من فترات من عدد من السنين كنا بنعمل لها ليجيشن، بنفتح عليها ونربط البرفوريتورز اللي هي الانكومبتنت. بعدين الدنيا اتحسنت شويه وبقينا نعمل اندوسكوبيك ليجيشن او برفوريتنج فينز، بنخش فوق بعيد عن المكان الوحش ده وبنعمل ليجيشن للانكومبتنت فينز. انا شخصيا بقول الاتي، بقول احنا كنا بنعمل كده وبنعمل اندوسكوبيك ليجيشن، ده وجهة نظري الشخصية. وبعد كده العيان بنقول له طيب بعد الجرح ما يقفل
لازم تلبس شراب طبي while standing and while walking and while sitting. الحاجات دي كلها بنقولها للمريض وبنأكد عليها. فإذا كان ده هيبقى ده أسلوب حياة المريض سواء عمل عملية أو ما عملش عملية، فما ناخدها من الأول. أسلوبي أنا في علاج حالات الفينس ألسرز اتغير طبعا بمضي السنين، بعد العمليات وبعد الاندوسكوبيك بقينا دلوقتي ماشي كونسيرفاتيف. ازاي؟ يعني يجي العيان خليه يعني يمشي على الاليفيشن اوف لامبس والريجولار دريسنج، اليفيشن اوف لامبس والريجولار دريسنج، ويفضل ان هو يخش مستشفى الاول عشان نعلمه ازاي يهتم برجله وازاي يهتم بموضوع الاليفيشن ده. بعد كده نعلمه ازاي بعد ما يعمل دريسنج يعمل إلاستيك بانداجينج. إلاستيك بانداجينج ده مهم جدا برضو، ولازم الطبيب يعمل البانداجينج ده للمريض ويعلمه له، لأن ده أساسي. البانداجينج لازم يبدأ من بعد صوابع الرجلين لغاية الني، ونعمل كومبريشن جامد على الأريا اللي أراوند الأنكل دي، لازم المريض يتعلمها كويس. الأسلوب ده البسيط ده اللي احنا بنقول عليه الإليفيشن أوف لمب والريجولار دريسنج والإلاستيك بانداجينج، ده كفيل بإن هو يخلي أي قرحة في الرجل إن هي أي قرحة وريدية في الرجل إن هي تخف. فلازم النقطة المهمة دي لازم نعلمها للعيان ونشكهم ونخليه حد معاه، ولا إذا كان هو هيربط رجله يربطها قدامنا ونشوف الأسلوب إيه بتاع الربط ونحاول نعدل فيه لغاية ما نوصل للأسلوب الأمثل. بعد كده بعد ما يقفل الجرح او الالسر يمشي على الاستيك ستوكينج فور لايف. يجي العيان يقول لي بعد ما الجرح قفل بعد غلب، يعني يقول يا دكتور انا الالاستيك ستوكينج ده بيخنقني. نقول له لا، ما انت هتستحمل، يا اما تستحمل شويه مضايقه من الالاستيك ستوكينج، يا اما يرجع لك الالسر تاني تقعد تغير عليه طول عمرك. فلازم برضو نبين للعيان الحقيقة يعني ناصعة، انت تستحمل شوية مضايقة من الالاستيك ستوكينج، يا اما تعيش حياتك تغير على الالسر وتجيب علاجات وادوية وحياتك تبقى ديستربت كومبليتلي. اعتقد اي عيال لو شرحنا له هذا الموضوع باسلوب بسيط اعتقد ان هو باذن الله هيسمع كلامنا ورجليها هتبقى كويسة ويمشي كويس ويعيش يعيش النورمال لايف بتاعه. شكرا.